السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات. اليوم إن شاء الله بغيت نفصل معكم واحد سروال صيفي، يعني اللي هو سروال يعني مفضفض، يعني سروال فضفض. يعني غادي نفصلو معكم بالنسبة للمبتدئات اللي ما كيعرفوش الطريقة ديالو، يعني راه هو ساهل بزاف. وأنا البنات غادي نفصل معكم، غير تبعوا القاعدة إن شاء الله يا ربي، وهانتوما معايا على بركة الله. بسم الله. أول حاجة عندي هنايا الثوب، درتو على 4، هانتوما البنات، يعني كنرد هاد الجهه هادي اللي مفتوحه كنردها لديك الجهه، وهادي اللي مسدوده كنرجعها لهنايا عندي، حيت هاد الجهه غادي نقطعوا منها المهم هاد الجهه غتمشي، وهاد الجهه اللي مسدوده هي اللي غتبقى بالنسبه للمبتدئات. على بركه الله عندي هنايا في الحزام عندي 133 البنات، عندي 133 يعني مقسومة على 4 كتعطيني 33.25، يعني غندير أنايا 34، يعني غندير 34 كافية بلا ما ندير ديك 34.5، يعني غندير غير ديك 34. هانتوما البنات 34، المهم ماشي مشكل إلا زدتو ديك، أنا غندير 34.5 كاع. هانتوما البنات، هانتوما من تقريبا غنخلي واحد، حيت غندير لها على السيك، غادي نخلي تقريبا واحد 4 سنتيمتر، هنا غنخلي 4 سنتيمتر، يعني غنعبر القاعدة يعني عندي هانتوما، حيت البنات غندير لها هاديك هاك، حيت عندي لاستيك، يعني دابا هنايا هادي ما تحسبوهاش البنات، هاد السنطة الفوقانية ما تحسبوهاش، يعني حسبو من هنايا لتحت، يعني داكشي اللي حسبتو اللي غادي تنيو في السنطة ما تحسبوش، ما تحسبوش من الفوق، يعني غير من ديك البلاصة اللي غادي تنيوها. على بركة الله هنا عندي هنايا في القاعدة تقريبا 34، عندي 34 يعني بارك الله ما ندير 34، غندير كاع حتى 35، هانتوما البنات عندي هنا 35، يعني هنايا حيت عندها السيدة عندها ليهونش، يعني أنايا الثوب ما خليتش فيه بزاف، ولكن أنايا هنايا غنخرج تقريبا من هنايا. بالنسبة للطول، بالنسبة للطول ديال السيدة عندها في الطول ديالها عندها 110، هانتوما البنات 110 ينضاف الطول ديالها، هانتوما هي 110، كنزيد البنات واحد 4 سنتيم على حساب التنية، هانتوما البنات 110، غادي ندير 104، هي 104، وهنا تقريبا البنات بقاو معايا نيت في هاد النقطة هادي، عندها هنايا البنات في الرأس الرجل، عندها في الرأس الرجل عندها 65، عندها 65 البنات في الرأس الرجل، هانتوما البنات غادي تبقاو معايا. كيما قلت لكم البنات يعني رأس الرجل يعني عندها 65، عندها 65 يعني 65 مقسومة على جوج تعطينا 32.5، يعني 32.5، يعني انا غادي نزيد واحد سنتيم ديال الخياطه، وغادي نزيد نص سنتيم ديال سميتو، يعني غادي ندير 33.5، بسم الله ندير 33.5، يعني غنشدها من هنا حيت انايا الطول ديالها هو هذا، هانتوما البنات غادي نشدها من هنايا، غندير 33.5، هانتوما البنات 33.5، حيت هنا راه زاد تقريبا الخياطه وزاد داكشي اللي غادي يمشي لي في السورجي. هانتوما البنات هنايا غادي نطلعو هنايا تقريبا بواحد 4 سنتيمتر باش ما تجيناش ديك القعده دايره، هانتوما البنات نديرو لها غير بحال هكا بالنسبه للبنات المبتدئات، هانتوما باش يجينا سروال زوين ما تيجيناش داك مخنشش بحال هكا، ما تيجيش كذلك حتى هنايا، هذه هي الطريقه ديالي وهذه الطريقه كتنجح معايا، هانتوما يا البنات
وهنا غادي نوصل، واللي ما بغاتش كاع دير هذه النقطه هذه كتشد هذا، تشد المترو تقريبا من هنا لهنايا. هانتوما البنات باش تخرج، وهاد اللي بحال هكايا وكانت راسي، حيت غادي يجي هاد السروال هذا يعني مفضفض، ما غاديش يجي لاصق، والثوب يعني ما عندوش داك العرض بزاف، ما عندوش العرض، عنده الطول وما عندوش العرض. هانتوما البنات غادي نقطع، غنقطع وغادي تشوفوا معايا الطريقه. هانتوما البنات ما تديوش على هاد النقطه هادي، هانتوما غنقطعوا باش غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد السروال هذا ان شاء الله يا ربي. يعني البنات هنا في هذه القاعده هذه، انا هنايا حيت ما عنديش الثوب، حيت السيده عندها لي هونش، داكشي باش الثوب ما عنديش انا وعاوتاني كافي، ولكن انا خرجت غير 3 سنتيمتر، يعني اللي عندها الثوب تقدر تخرج حتى ب 6 سنتيمتر، ولكن البنات من الاحسن كاع ما ديروش حتى 6، ديروا كاع 4 سنتيمتر، حيت تجي زوينه هذيك، حيت دابا هذا راه يعني راه مفضفض، ما غاديش يجي مزير وداكشي، يعني كتجي هذه القاعده هذه واعره، كتجي زوينه، كتجي يعني كيجي سروال زوين بهذه الطريقه هذه. هانتوما غنكملوا في الخياطه وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله يا ربي الشكل النهائي ديالو، غيعجبكم بزاف بزاف. هانتوما البنات يعني راه دابا نكملوا وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ان شاء الله يا ربي. البنات حنا راه كنقلبوا الثوب، كنردوا ليه الوجه ديالو المزيان، كنردوه لداخل باش نخيطوه بالنسبه للمبتدئات. هانتوما البنات يعني غادي نخيط هاد القاعده هادي، يعني هنا شديت سنتيم، يعني سنتيم دائما البنات. هانتوما بسم الله على بركه الله، دائما بقاو ديروا البوان دارين باش ما بقاش يتحل لكم الخياطه ديالكم. هانتوما على بركه الله، هانتوما البنات حنا غادي نخرجو، يعني حتى كنخرجو هنايا بنفس الطريقة نيس، هانتوما بسنتيم، يعني باش مكتحليناش الخياطة ديالنا. البنات بالنسبة ل أنا غنوريكم واحد الطريقة ديال واحد الخياطة، كتجي مزيانة، كتجي مايتة. هانتوما البنات باش تجيكم ديك النقشه هكا طايحه مزيان وباينه الخياطه ديالها، يعني دائما هاد الصباطه اتجاه هذا غادي يبقى يمشي ني، يبقى يمشي على الجهه ديال الخياطه هذه الاولى اللي درتو، باش بقى تعطيكم بحال هكا هاد النقشه هذه مقاده. هانتوما البنات بالنسبه للمبتدئات راه ما تمشوش بسرعه هكا، حيت انايا اصلا غير كنوريكم داكشي باش يعني ما تمشوش بسرعه باش ما تعوجوهاش. هانتوما البنات عرفتي هانتوما كي كتجي الخياطه، يعني ما كتبانش كاع واش مخيطه، انا عندي الخياطه ديالي ما كنزيرهاش. هانتوما يا البنات كي كتجي ديك النقشه يعني راه كتجي مزيانه وما كتبانش واش، هانتوما البنات كتجيش مكمشه اصلا كاع. دابا انا غادي نكمل الجهه الاخرى بنفس الطريقه وغادي نوريكم كيفاش نديرو نركبو. بالنسبه اللي ما عرفاش تركب لاستيك، يعني درت لكم واحد الطريقه سهله بزاف، يعني هانتوما البنات يعني كتشدو داك العبر ديال البطن، هانتوما ديال الحزام، كتجيو حتى لهنايا، كتجيو لهنايا هاد البلاصه ديال الخياطه، يعني كتخليو واحد سنتيم كما قلت لكم قبيلات، قلت لكم راه خلينا 4 سنتيمتر، يعني هنا كنخلي واحد سنتيمتر هنايا الفوق، وهنا كيبقاو لي 3.
هانتوما البنات غادي ندير ليها هذيك هكايا، ها نخيط نثبت لاستيك بلاصتو باش نكون كنخيط ما يسحتليش. هانتوما البنات غير بشويه، يعني دائما كما كنقول لكم بوان دارين باش ما تلقاوش المشكل، يعني كنجيو لنفس الجهه، يعني هنا راه عبرناه، يعني كنجيو لنفس الجهه، يعني كيما قلت لكم كنديروا ثاني واحد البوان دارين هنايا، كنجيو للجهه الاخرى عاوتاني البنات عفوا، كنخيطوه كنثبتوه وتنديروا بوان دارين بنفس الطريقه. ها انتم البنات هنا دابا غيجي تجينا الخياطه ساهله بزاف البنات، ها انتم جينا الخياطه ديالنا ساهله، لاستيك تركب لاستيك ديالنا غيجينا ساهل بزاف بزاف، ما غاديش نلقاو فيه مشكل. ها انتم البنات على بركه الله بسم الله، كما قلت لكم كنخليو السنتيم البنات. كتجينا الخدمه ديالنا نقيه بزاف البنات، ما كنلقاوش مشكل. هانتوما غنستمروا على الطريقه حتى كنوصل لهاد الجهه هادي. هانتوما البنات هو الشكل النهائي ديال السروال اللي خيطنا، يعني راه تيجي زوين بزاف، يعني هذا راه غير لبستو للمانكا، يعني راه مولاتو راه جاها مزيان بزاف بزاف. هانتوما البنات راه كيجي واعر في اللبسه ديالو، كيجي مفضفض، تيجي زوين بزاف. هانتوما البنات شوفوا، هانتوما البنات. وبالنسبه اللي بغات تعرف الطريقه هذه دخل تشوف الفيديو اللي درت، يعني من الفصاله حتى للخياطه باش تشوف الشكل ديالو بالنسبه للمبتدئات. وانتم البنات وبالصحه والراحه، وما تبخلوش عليا كما كنقول لكم دائما باش نجيب لكم الجديد ان شاء الله يا ربي، وبالصحه والراحه البنات، وباي باي عليكم.